أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بمستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا أستاذ عبدالله الحرازي والأستاذ مساعد العبدلي هم ضيفا هذه الحلقة. مختار فلات النجم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال في التقرير التالي. كعادة فرسان مكة في إبراز المواهب، ها هي الآن تنجب للكرة السعودية موهبة قادمة بسرعة الصاروخ، أنيق في أدائه وحركته في المستطيل الأخضر، هداف من طراز نادر. تدرج من الفئات السنية للوحدة إلى أن فرض نفسه المهاجم الأول في صفوف الفريق لهذا الموسم. هو امتداد لنجوم سبقوا في النجومية، ابتداء من عبدالله خوغير وعبيد الدوسري إلى عيسى المحياني وناصر الشمراني. خانته الأساسية هي الوسط الأيسر، ولكن لحاجة الفريق الوحداوي في خط الهجوم تم اكتشاف موهبة هجومية نادرة تدعى مختار فلاتة. الإدارة الوحداوية آمنت بموهبة اللاعب وشعرت بأهمية الحفاظ عليه، فتم التوقيع معه على عقد احترافي لمدة 3 سنوات بمبلغ 1,000,000 ريال، مع أفضلية منحه مبلغ 100,000 ريال لكل 10 أهداف يحرزها في الموسم. مختار فلاتة برز بشكل لافت في بطولة كأس الملك للأبطال، وجندل دفاعات الخصوم، وأحرز هاتريك لا ينسى أمام الاتفاق، وأكملها بثنائية في الشباك الأهلاوية. فهل ستستمر يا مختار في عالم النجومية والتهديف، أم ستكون مهاجم لمرحلة معينة؟ وهذا ما لا نتمناه بالتأكيد. مختار فلاتة يا ابو ضفاف، شوف سمير التركي طبعا ما في شك هو النجم الشاب، خلينا وانا كلمه نجم ود يعني تحفظ عليه شوي، انه الشاب الواعد مختار فلاتة ابدع وتالق في هذه المسابقه. لكن اللي اتمناه انه احنا ما نبالغ كثير في يعني في التوهج الاعلامي لمختار فلاتة. التجربه يمكن موجوده في اكثر من لاعب، وتحديدا من يعني خرجوا من نادي الوحده ربما نجحوا ربما فشلوا، لكن أنا الحقيقة لي وجهة نظر، وأتمنى إن شاء الله أنها تبدأ مع اللاعب الواعد مختار فلاتة. طالما أنه نادي الوحدة وقع عقد لمدة 3 سنوات، أن يكون بداية الاحتراف الحقيقي لمختار فلاتة ليست محليا إنما خارجيا. بمعنى أتمنى من وكيل أعمال اللاعب أو حتى من إدارة نادي الوحدة أن تبحث عن عقد احترافي في أحد أندية الدرجة الثانية في سويسرا، في فرنسا، في بلجيكا، حتى يتعلم اللاعب مفهوم الاحتراف الحقيقي. وعندما يتعلم الاحتراف الحقيقي من الممكن أن يعود للملاعب السعودية. لكن اللي قاعد يصير الآن أنه عندما يخرج اللاعب من نادي القادسية أو نادي الوحدة إلى نادي من أندية المقدمة السعودية، تجده يبرز موسم أو موسمين ثم يختفي. ليش؟ لأنه لم يبنى أساسا على مفهوم الاحتراف الحقيقي. أنا أتمنى أنه مختار فلاتة يكون محترفا في أحد الأندية الأوروبية. الله، لا أضيف شيء كثير على ما قاله الزميل العزيز، لكن هي التأسيس اللاعب السعودي عموما تأسيس ضعيف، وبالتالي اللاعب فترة بروزه فترة قصيرة نتيجة عوامل سيكولوجية وعوامل غذائية وإلى آخره، عوامل اجتماعية أيضا. الفكرة اللي طرحها أبو ضفاف هي فكرة أكثر من رائعة، أنه يكون لدينا أكثر من لاعب فيها يتم احترافهم في هذا السن. إنما حينما تبعث اللاعب في سن 27-28-28 سنة، أعتقد أنه يكون الفائدة من وراء هذا اللاعب أو احترافه تكون منتهية. لكن حينما تبعث بلاعب بعمر 17-18-20 سنة إلى الاحتراف الخارجي، من الممكن أن تبنيه ويتعلم أسس الاحتراف، يتعلم حتى أساسيات كرة القدم. يعني كثير من اللاعبين الآن يصل إلى المنتخب الوطني وهو يفتقد إلى أساسيات كرة القدم، يضطر مدرب المنتخب الوطني إلى أن يعلمه هذه الأساسيات، في حين يفترض أنه لاعب منتخب لا يأتي إلا لمجرد يعطيه جرعات قليلة من التدريبات، وبالتالي أمور تكتيكية وطلق فيه إلى الميادين. أما نحن يعني نتمنى أنه مختار لا تسرق الأضواء من الاهتمام بموهبته، وما نبغى احنا يعني ترى وسائل الإعلام احنا بالذات برنامج كورة نوقف احيانا في موقف نتردد فيه كثير، انه لو ما اشدنا باللاعب نكون احنا
ما اعطيناه حقه اللي المفروض يظهر لوسائل الاعلام من خلال ما قدمه داخل الملعب. واذا تحدثنا عن اللاعب خاف علينا احنا نكون سبب في انه يدخل اللاعب في دوامه هو ليس جاهزا لها في هذا السن. كل اتمنى كابتن مختار فلاتة توفيق ولكل المواهب السعوديه كل التوفيق.